السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في الجوله الصحفيه ديال نهار الجمعه اللي غنبداوها لكم تودر سويتش من جريده المساء اللي عنونات الصفحه الاولى تفاصيل الغضبه الملكيه على الوزيرين حصاد والعالمي بسبب الفراشه، بحيث عاش كل من وزير الداخليه محمد حصاد وعبد الحفيظ العالمي وزير الصناعه والتجاره وشي وزراء وكبار الشخصيات في البلاد لحظات جد عصيبه ومحرجه اول امس بعد أن ألغى الملك محمد السادس في آخر لحظة وفي سابقة من نوعها بالعاصمة حضور إطلاق المشروع الوطني لتجارة القرب اللي مقرر يحتضنه مقر ولاية الرباط. ندوزو للدار البيضاء المنقبة مشرملات النساء، جات الخبر باللي وصلت لكازا عنوان تطالعو ضمن جريدة الصباح، بحيث أمر وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أخيرا بفتح التحقيق بعد تداول مجموعة من الأخبار عبر بعض المواقع الاجتماعية خاصة فيسبوك عن حدوث مجموعة من الاعتداءات على النساء بالدار البيضاء بعد ما راجت الأخبار نفسها عن قيامها باعتداءات بمدينة سلا. وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن ولاية أمن أنفا فتحت تحقيق بناء على خبر تنشر في أحد المواقع الإخبارية تحدث عن اعتداءات المرأة المنقبة اللي شرملات وجوه مجموعة من النساء بسلا شافوها بكازا وبالضبط شارع دومارس حيت عمدات لتشويه وجه مرأة بشفرة حراقة. ندورو اليومية الأحداث المغربية في الخبر الدولي بالضبط من تونس، حيث كشف وزير الداخلية التونسي عن وجود مغربيين ضمن أفراد الخلية اللي خطات الهجوم على متحف باردو. قال بلي محمد نجيب الغرسلي أمس خميس أن الخلية تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ومكونة من 23 شخص هي المسؤولة على الهجوم ديال متحف باردو اللي سقط خلاله 20 سائح قتلى. موضح ان الخليه اللي خطات الهجوم هي كتيبه عقبه بن نافع وتتبع لتنظيم القاعده في المغرب. غنختموا لكم اليوم بجريده اخبار اليوم. ليلى كحلة عاش فريق الرجاء البيضاوي لكره القدم بعد ما خسر فريقه مباراته ضد حسنيه اكادير في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. رئيس الفريق محمد بودريقه قدم استقالته من المكتب الجامعي داعيا في نفس الوقت الى جمع عام استثنائي للرجاء في شهر يونيو اللي جاي. هكا وصلنا لنهايه الجوله الصحفيه ديال الجمعه، تنشكركم على حسن المتابعه، السلام عليكم.